الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 55 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، بعد أن انتهينا من باب فضل قراءة القرآن وفضل سور مخصوصة، الحث على سور وآيات مخصوصة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الباب الذي جعل الإمام النووي عنوانه هكذا: باب استحباب الاجتماع على القراءة، أي على قراءة القرآن. إذا ما زلنا في الحديث عن كتاب الله سبحانه وتعالى وأهمية تلاوته والإقبال عليه. طبعا نحن كما قلنا أكثر من مرة نتجاوز الأحاديث التي قد يكون فيها نوع من التكرير. ذكر الإمام النووي في هذا الباب حديثا واحدا، وهو الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة والمشهورة في فضل الاجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى تلاوة كتاب الله عز وجل وتدارسه أو مدارسته. يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا جزء من حديث طويل محل الشاهد هذا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. هذا هو الوصف الأول لهم، تلاوة كتاب الله عز وجل. الوصف الثاني قوله: يتدارسونه بينهم، أي يتذاكرون في معاني كتاب الله عز وجل، أو يتذاكرون في كيفية تلاوة كتاب الله التلاوة الصحيحة، في كيفية تجريد كتاب الله سبحانه وتعالى عند قراءته. هذه أيضا من المدارسة، إما أنهم يجتمعون لتلاوة كتاب الله عز وجل، وإما أنهم يجتمعون ليتدارسوا معاني كتاب الله عز وجل، أو ليتذاكروا وليتعاونوا وليعلم بعضهم بعضا كيفية تلاوة كتاب الله عز وجل. سواء اجتمعوا لهذا أو اجتمعوا لذاك، لا يمكن إلا أن تنزل عليهم السكينة. ما اجتمع قوم لهذا أو ذاك إلا، أي لا يمكن إلا أن تنزل عليهم السكينة، الطمأنينة والأمن والسلام من الله سبحانه وتعالى. وغشيتهم الرحمة، أن يتجلى الله عز وجل عليهم برحمته. وحفتهم الملائكة، أي تغشى الملائكة مجلسهم. وذكرهم الله في من عنده، وهذه أجلها وأعظمها. فلنتبين المهمة التي نبه إليها رسول الله، والتي كانت
سبب اجتماع هؤلاء الناس في بيت من بيوت الله عز وجل، وربما اجتمعوا في مكان آخر، لكن الحديث هكذا يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني في مسجد من المساجد. المهمة الأولى تلاوة كتاب الله عز وجل. كيف يجتمعون ليتلوا كتاب الله عز وجل؟ الفقهاء وقفوا عند هذه الجملة. يمكن أن يكون المعنى أن هذه السبلة تلتقي ويمسك كل منهم بمصحف ويقرؤون قراءة جماعية. هذه سورة مما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، أي الكل. كيف تكون سورة ذلك؟ من ذلك أنهم جميعا يقرؤون القرآن قراءة جماعية. قال الفقهاء: وهل هذه الطريقة في قراءة القرآن سائغة؟ الجواب طبعا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، إذا هذه طريقة سائغة. لكن الفقهاء نبهوا إلى شروط ينبغي الانضباط بها حتى يتحقق ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول أن يكونوا جميعا من المتقنين لتلاوة كتاب الله، أي أن لا يكون فيهم من لم يتمرس بعد بتلاوة كتاب الله تلاوة صحيحة، لم يتلقى كتاب الله بعد وفيهم متقنون، ثم يقرؤون قراءة جماعية. ما الذي يحدث؟ يتوكا الضعيف التلاوي على تلاوة القوي، هذا غير جائز. يعني تضيع تلاوة الضعيف بأخطائه، بانحرافاته، بسوء النطق، في غمار تلاوة الآخرين المتقنين. هذا لا ينبغي. يعني الشرط الأول أن يكون الكل متقنين للتلاوة، قد تلقوا هذه التلاوة عن قارئ تلقاه بدوره. الشرط الثاني أن يقرأوا قراءة جماعية تامة، أي أن يبتدئ الكل بالآية ويقف الكل عند نهاية الآية، فلا يتوكأ واحد على قراءة الثاني. وأظن المعنى واضح. يعني مثلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الكل يقرؤونها مع بعض. فلو أن واحدا قرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وسكت وتمم زملاؤه، فتابع هو من حيث وصل زملاؤه. لاحظوا، هذا غير جائز. هذه الفجوات التي تقع في القراءة الجماعية غير جائزة. يعني لابد أن يقرأ الكل مع بعض بدءا من الآية إلى نهاية الآية، دون أن يعتمد واحد على تلاوة الآخر فيسكت ليقرأ هذا ويقرأ هذا ليسكت. هذا يحصل في بعض الأحيان، المنشدون مثلا أو الذين يقرؤون الأذكار بعض الصلوات يقرؤون معا، الواحد منهم يسكت نصف دقيقة كذا ثم يتابع، والآخر يسكت بعد قليل ثم يتابع، يعتمد بعضهم على بعض. هذا غير جائز. إذا توفر هذان الشرطان فالقراءة الجماعية لا مانع منها، وقد نص على ذلك كثيرا من الفقهاء، منهم فقهاء المالكية. نعم، وهذا العمل موجود الآن في كثير من المساجد في شمال إفريقيا. نعم، يوم الجمعة تجتمع سلة من قارئي القرآن المتقنين، نعم، فيقرؤون. لكنك تتأمل فتجد أنهم جميعا
يقرؤون ولا يضيع حرف واحد من قارئ. الكل يقرؤون. نعم نعم، بهذا الشكل لا غبار على هذه القراءة. ومن قال إن هذه الطريقة مبتدعة وأن كذا فهو جاهل ومحجوج بكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي أن يتقي الله عز وجل ولا يتجرأ فيقول ما لا يعلم. نعم، لكن هنالك هذان الشرطان، ينبغي أن يتوفر هذان الشرطان توفرا كليا. ما الذي يمنع إذا كان الكل متقنين وإذا كان الكل يقرؤون ولا يضيع حرف من فم واحد؟ ما سبب المنع؟ ما سبب الحظر؟ نعم، لا يوجد سبب، بل يوجد مقتضي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، الواو للجماعة، يتلون أي الجميع. وكلمة يتلون كتاب الله تشمل القراءة الجماعية وتشمل أيضا الصورة الثانية التي سنتحدث عنها الآن. والجملة إذا كانت تشمل الحالات كلها لا يجوز لنا أن ننتقي بمزاجنا، صورة نقول هذه مشروعة والصور الأخرى غير مشروعة. لا، ما ينبغي أن نحكم أمزجتنا في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية للقراءة الجماعية أن يتلو واحد منهم حزبا قدرا من كتاب الله ويضبط الآخرون له، فإذا انتهى بدأ الذي يليه من حيث وصل يقرأ هو أيضا هذا القدر، ثم إذا انتهى بدأ الثالث من حيث وصل الثاني، فإذا انتهى بدأ الرابع، وهكذا الكل يقرأون والكل يصغر. نعم، هذه طريقة ثانية وهذه أيضا جائزة، ولكل مزية. مزية هذه الطريقة الثانية أن كل واحد منهم رقيب على قراءة الثاني، وهذا النهج كثيرا ما يمارسه حفظة كتاب الله عز وجل. يعني سلة من الناس الذين يسيرون في طريق حفظ كتاب الله عز وجل يتعاونون بهذه الطريقة، يقرأ الواحد منهم قدرا مما حفظ، يضبط له الآخرون، يصحح له أخطاء، والآخر كذلك، والذي يليه كذلك. هذه طريقة مألوفة معروفة لتعاون من ينهجون منهجا حفظ كتاب الله عز وجل. لكن الطريقة الثانية أيضا واردة ومشروعة، وهي أن يقرأوا قراءة جماعية منضبطة، لا يتوكأ واحد منهم على قراءة الثاني ولا في حرف حتى لا يضيع شيء. الكل يقرؤون كل ما يمرون عليه من كتاب الله عز وجل. والشرط الآخر أن يكون الجميع متقنين حتى لا يتوكأ ضعيف على قراءة قوي. نعم، هذه المهمة الأولى التي يجتمع الناس لها في بيت من بيوت الله كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهمة الثانية يتدارسونه فيما بينهم. مدارسة القرآن تكون بطريقتين: الطريقة الأولى تدارس تلاوته، وهذا شيء مهم جدا كما هو الشأن في كثير من المساجد وفي معاهد تحفيظ القرآن، في معاهد تلاوة القرآن عندنا. نعم، يجتمعون، تجتمع سلة من الشباب مثلا، فيهم المتقن وفيهم غير المتقن. نعم، المتقن يتلو أولا صحيفة أو صحيفتين، يصغي إليه الضعيف الذي جاء، فيبدأ بعد ذلك هذا الضعيف فيقرأ كما سمع ويصحح له المتقن أخطاءه، ثم يعود الثانية فيقرأ مرة أخرى ويصحح له أخطاءه، حتى
إذا سلمت التلاوة تلاوة من الأخطاء، قال له الآن أجزتك، الآن هذه القراءة صحيحة، ثم يقرأ الثاني ثم يقرأ الثالث. وربما كانوا متقنين لكنهم لم يتعلموا بعد التجويد، فيجتمعون فيما بينهم وفيهم متقن مجود تلقى تجويد القرآن من قراء كتاب الله عز وجل، فيقرأ ويبين مخارج الحروف وأنواع هذه المخارج، يذكرها نظريا ثم يطبقها عمليا، ويبين أحكام النون الساكنة والتنوين، الإخفاء، الإظهار، الإدغام إلى آخره، ويردد معه هؤلاء الذين جاءوا ليتعلموا. هذا من أهم أنواع مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى، ويستحقون الأجر الذي ذكره رسول الله والذي سنصل إليه الآن بعد قليل. وبالمناسبة أقول أيها الإخوة، لا تلاوة كتاب الله تؤخذ عن طريق الكتاب المرسوم في المصاحف أو في غير المصاحف، ولا التجويد يؤخذ عن طريق الكتاب، كل ذلك ينبغي أن يؤخذ عن طريق السماع، عن طريق التلقي، كما يذكر علماء القراءات وعلماء التجويد في كتب التجويد، بل كما يذكر كثيرا من علماء التفسير في مقدمات تفاسيرهم. يعني كما قلت مرة، لو أن إنسانا يقرأ دائما الكتب والجرائد وتعود على قراءة الكلام العربي، جاء إليه بقرآن أمسك القرآن وقال أنا كل الكلام العربي أقرأه، والقرآن أيسر من أي كتاب لأنه مشكور، واعتمد على ملكته الشخصية وعلى ثقافته العامة في قراءة القرآن، هل يجوز؟ لا يجوز ذلك، لأن للقرآن رسما خاصا، إملاء خاص له، ممكن يصل إلى كلمة الصلاة يقرأها الصلوات لأنه مكتوب بالواو، الجرائد ما بيقولوا الصلاة، ما بيكتبوها بالواو، فيقرأ الصلوات وهو يظن أنه قرأها قراءة سليمة. وكم من المثقفين والدكاترة الذين لم يتلقوا القرآن يقرؤون آية وآيتين في مناسبة فيخطئون الأخطاء القتالة لأنهم لم يتلقوا القرآن. تلقي القرآن لا بد عن طريق المشافهة والسماع، كذلك من باب أولى التجويد. يعني لو أنني وضعت رموزا مكتوبة للإدغام، للإخفاء، للإظهار عن طريق الألوان أو عن طريق أي شيء، هل يكفي هذا ليتعلم قارئ القرآن التجويد؟ معاذ الله. إذا أصل التلاوة لا تؤخذ عن طريق الكتابة وحدها، فما بالك بأحكام التجويد؟ هل يكفي أن أضع رمزا للراء المفخمة ورمزا آخر للراء المرققة، وأقول على القارئ إذا رأى هذا الرمز أن يضخم الراء وربك مسلم، وإذا رأى الرمز الثاني عليه أن يخفف يقول فيني عونة مثلا. طيب لا يجوز هذا، لأن أصل التضخيم لا يفهم إلا بالسماع، والترقيق لا يفهم أيضا إلا بالسماع. نعم، أحرف الاستفالة لا يفهم هذا إلا بالسماع. نعم، الصفير لا تفهم هذه الأحرف وطبيعتها إلا بالسماع، فهذا الأمر ينبغي أن يعلمه، وينبغي أن يعني لا نكابر بالمحسوس. الآن في مسابقة عجيبة وغريبة إلى التفنن في طباعات القرآن، نعم، وزعم أننا الآن اخترعنا وسائل حديثة وعظيمة جدا جدا، الإنسان وهو جالس على فراشه يتعلم التجويد بدون أن يتلقى الألوان، هكذا هذه الألوان المختلفة
هي التي تبصره بالإلغام كيف يكون والإظهار كيف يكون والإخفاء كيف يكون والأحرف المفخمة كيف تكون والمراققة كيف تكون. أنا أتحدى أن يكون هنالك واحد فقط في العالم العربي تلقى التجويد وأتقنه فعلا من خلال ما يرى من هذه الألوان، ولا واحد، لا يمكن، يعني شيء طبيعي من المنطق. نعم، عندما أقول الضاد من أعرف الإطباق ينبغي أن أقرأها 10 مرات أمام من نسمع ولباق، كيف أقرأها؟ كيف أضع اللسان؟ أنا يعني من أي مكان يخرج هذا الحرف؟ هذا الشيء لا يكون. ونسأل الله عز وجل أن يعني يلهمنا الخوف من الله وتعظيم كتاب الله حتى لا نجعل من القرآن مطية ذليلا للتجارة. تجارة، نعم. إذن هذه هي المهمة الأولى لمدارسة القرآن. المهمة الثانية، الشكل الثاني لمدارسة القرآن، أن نجتمع لكي نتدارس معاني القرآن، لكي نتدارس تفسير ما يتيسر لنا تفسيره من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المجالس هي أعظم ما يمكن أن يعرض الإنسان فيه نفسه لنفحات الله ولرحمات الله عز وجل ولذكر الله سبحانه وتعالى له. اجتماع سلمي من المسلمين في بيت من بيوت الله لتلاوة كتاب الله على الشكلين الذي قلنا، أو لمدارسة كتاب الله عز وجل أيضا على الشكلين اللذين ذكرناهما. فإذا لم يتيسر الاجتماع في بيت من بيوت الله اجتمعوا في بيت من بيوتهم، كذلك حسن. لكن قطعا ثواب الاجتماع في مسجد كهذا المسجد في بيت من بيوت الله أتم وأكمل من ثواب التلاقي في بيت من بيوت. مجرد دخولك المسجد يكسبك أجرا، مجرد دخولك المسجد. فكيف إذا أضفت إلى ذلك العباد والطعام، الاعتكاف قرب من القربات؟ حتى لو أن الإنسان دخل هذا المسجد وجلس مارس أعماله العادية، نعم، المباحة في المسجد، له أجر على ذلك. فكيف إذا أقبل إلى المسجد لتلاوة كتاب الله أو لكي يتدارسه مع إخوانه وزملائه؟ نعم، لكن الأجر موجود أيضا. لو أنهم اجتمعوا في بيت من البيوت الأجر موجود، والله عز وجل كريم. لكن الأجر الموفور في بيت من بيوت الله أتم وأكمل. نعم، هؤلاء ما الذي ينالون من الأجر؟ ينالون هذا ما قد ذكره رسول الله: إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة التي تأتي من الله غير السكينة التي يشعر الإنسان بها في نفسه. سكينة الإنسان مع نفسه أن يطمئن باله، لا، نحن نشعر بالسكينة ولله الحمد، لكنها تختلف جدا هنا. السكينة الإلهية التي تهبط من علياء الربوبية إلى الإنسان هي الأمن الذي يأتيه من عند الله، السلام الذي يأتيه من عند الله، أن يصبح هؤلاء الناس ممن شملها قول الله عز وجل: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، الأمن الذي يتنزل من عند الله عز وجل شيء كبير جدا جدا جدا، وله آثار وإشراقات ونتائج كبيرة في حياة هذا الذي أكرمه الله بهذه السكينة التي تعني الأمن والسلام من الله سبحانه وتعالى. وغشيتهم الرحمة، الرحمة من الله، أي هؤلاء الناس مرحومون
مكلؤون برحمة الله عز وجل، ما هي نتيجة ذلك؟ لهم آثام، لهم معاصي، لهم انحرافات. عندما يجلسون هذا المجلس في بيت من بيوت الله وقد تحلقوا لدراسة كتاب الله أو لتلاوة كتاب الله عز وجل، تتنزل عليهم من السماء أي من عند الله، من عند الله عز وجل رحمات تطهرهم من آثامهم وتغفر لهم ذنوبهم. هذا معنى الرحمة. دخل المسجد وهو محملا بأوزار، خرج بعد هذا اللقاء وبعد هذه المهمة وقد تطهر من هذه الأوزار، شيء كبير جدا، غشيتهم الرحمة. ثم قال وحفتهم الملائكة. إن لله ملائكة سيارين أيها الإخوة، يبحثون عن مجالس الذكر، يبحثون عن مجالس تلاوة كتاب الله عز وجل، فيتنادون فيما بينهم، ها هنا مجلس يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، فيتحلقون. نحن لا نراهم لكنهم موجودون، وهذا مجلس، نحن هذا المجلس الذي أنتم فيه واحد من هذه المجالس إن شاء الله تعالى. ملائكة الله تغشى هذا المجلس ويأنسون بهذا التلاقي وبهذه المهمة وبمدارسة كتاب الله عز وجل وبذكر الله سبحانه وتعالى. ما الفائدة التي تعود إلى هؤلاء الموجودين؟ الفائدة أن هؤلاء الملائكة يدعون له، ملائكة الله تدعو لنا، تدعو لنا بالرحمة، تدعو لنا بالمغفرة، تدعو لنا بالتثبيت، تدعو لنا. هذا فائدة كبيرة جدا جدا. أجل ثم قال وذكرهم الله في من عنده، ذكرهم الله في من عنده، هذا تذكيرا بحديث آخر من أصح الأحاديث، يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا جليس من ذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي، أنا جليس من ذكرني. فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى في سرك فالله معك، الله معك ودائما معنا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لكن المعية هنا ذات خصوصية، هنا هي معية الرحمة، معية اللطف، معية الحب، معية الإكرام، هذه هي المعية التي يعنيها بيان الله عز وجل في هذا الحديث القدسي، أنا جليس من ذكرني وأنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. عندما تكون منفردا في غرفتك تذكر الله عز وجل، وقد قلنا مرارا نحن لا نعني بالذكر حركة اللسان مع غفلة القلب، نعني بالذكر حيوية القلب، نعني بالذكر التذكر. إذا قلت لصديقك لحبيبك لقريبك لقد كنت اليوم طوال الليل أذكرك، يعني هل معنى ذلك أنك تقول يا فلان فلان يا فلان يا فلان يا فلان؟ لا، أنت تعني أنا كنت طوال هذا اليوم أنت أتحدث في نفسي عنك وأتخيلك. نعم هذا معنى. فإذا قلنا تحدث عن ذكر العبد للرب فهذا هو المعنى المراد. نعم اللسان عون، وقد قلنا إن الإمام بن عطاء الله السكندري حذرنا من أن نترك الذكر مع غفلة خوفا من أن لا نكسب أجرا، قال فلعلك تنتقل من ذكر مع غفلة إلى ذكر مع يقظة، ومن ذكر مع يقظة إلى ذكر مع حضور، ومن ذكر مع حضور إلى ذكر مع غيبة عن نسي المذكور. الإنسان يتدرج، لكن المراد بالذكر أن نصل الإنسان إلى هذا. نعم ثم قال
ومن ذكرني في ملأ كهذا الملأ مثلا كهذا الجمع الذي يتدارسون فيه كتاب الله ذكرته في ملأ خير من ملأه. الله أعلم ما هو هذا الملأ الذي هو خير من ملأنا. قال كثير من العلماء ملائكة لا سيما المقربون من ملائكة الله عز وجل. وهذا التفسير هو الدليل الذي جنح إليه من قال إن الملائكة أفضل من البشر. هناك من يقول الملائكة أفضل من البشر المؤمنين يعني. والدليل من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. ولم يكون هذا الملأ الذي هو خير من ملأنا للملائكة. نعم الموضوع في هذا يعني يخضع للنقاش مذكور في كتب العقيدة لا نريد أن نعرج عليه. الالتقاء على تلاوة كتاب الله التقاء على أعظم نوع من أنواع الذكر. ذكر الله عز وجل أهم ما يتقرب به الإنسان إلى الله بعد أداء الفرائض. أهم ما يقربك إلى الله ذكر الله لأنه طهور قلبك. الأداة التي تطهر قلبك من الغفلات من الأحقاد من الضغائن من الأمراض المعروف الباطن ذكر الله. طيب ذكر أنواع أعلى أنواع الذكر تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة كتاب الله. لذلك قال العلماء عندما يطوف الإنسان حول الكعبة حول بيت الله عز وجل يسمى له أن يذكر باري عز وجل. هناك كلمات يسن أن يذكرها في أماكن معينة أثناء طوافه ما عدا ذلك يذكر الباري عز وجل بأي أنواع ذكر يشاء. قال وأفضل أنواع ذكر تلاوة القرآن. لذلك عندما تطوف اقرأ القرآن. فإذا وصلت إلى الأماكن التي أثر فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معين مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة مثل اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار. قل ما كان يقوله رسول الله ثم عاد إلى تلاوة كتاب الله. عندما يطوف عندما يسعى الإنسان بين الصفا والمروة ما هو أهم شيء يفعله؟ ذكر الله. طيب أنواع الذكر كثيرة أجل أنواع الذكر تلاوة كتاب الله. اقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى عندما تبدأ اقرأ المأثور وعندما تنتهي إلى المروة اقرأ المأثور وبين المأثورين اقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن إذا اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله اجتمعوا على ذكر اجتمعوا على حلقة ذكر. لأنهم اجتمعوا على حلقة ذكر يكسبهم الله سبحانه وتعالى هذا الأجر العظيم الجليل. نعم ومن هنا نعلم أنهم لو فرضنا اجتمعوا في بيت من بيوت الله آنا يقرأون كتاب الله وآنا آخر يتدارسونه في بينهم وآنا ثالثا يتحلقون على نوع آخر من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم يذكرون الله سبحانه وتعالى ذكرا جماعيا مع بعض تسبيح مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يكررون التوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الاستغفار أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة. يصلون على سيدنا رسول الله يدخل كل ذلك في هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك. لأن قيمة الاجتماع على تلاوة كتاب الله مصدر هذا قيمة ذكر الله وذكر الله عز وجل أنواع كثيرة كل ذلك ذكر. كل ما يذكرك بالله يدخل في هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان تسبيحا إن كان حمدا إن كان تهليلا إن كان تكبيرا إن كان استغفارا إن كان صلاة على رسول الله إن كان كلمة الله 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 أيضا هذا ذكر. ولا تلتفتوا أيها الإخوة إلى من يتنطعون
ويقول لا لا الله لا يكفي، بدك تحكي جمله كامله. شو الله الله؟ قول مثلا الله اكبر، قول لا اله الا الله. هذا يعني عباره عن كلام فيه تمتع كبير وفيه يعني هم ينسبوننا الى البدعه وقلهم هو البدعه. الباري عز وجل ماذا يقول؟ واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. ما هو اسم الله؟ الله. اول اسم من اسماء الله الله. طيب ربنا ماذا يقول؟ واذكر اسم ربك. الاسم كلمه الله، فاذا قلت الله 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 تعطي حروف هذه الكلمه كامله حقها، فقد مخصصت امر الله. الله عز وجل يقول واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. فهذا الذي يقول مخالف لكتاب الله عز وجل؟ لا طبعا. انت عندما تقول الله اللسان ينطق باسم الله، والقلب ياخذ من هذا الاسم عظمه الله سبحانه وتعالى. فالقلب حوى الخبر، الاسم نطق بالمبتدا، والقلب تلقى الخبر. الله الله يتسم في فؤادك الله واحد، الله اكبر، الله جليل، الله رحيم، الله غفور، الله ودود، الله سميع، الله مجيب. كل هذه الاخبار تتسم في قلبك، ولا يشترط ان يتفوه اللسان بالمبتدا والخبر معا، لا لا يشترط. لذلك لا يقال انه هذه ما ليست جمله، هذه كلمه يعني. والغريب العجيب ان احدهم يقيس ذكر الله على ذكر زيد وزيد من الناس. يقول واحد لو قال شخص من الناس لكبير او لصديق او لرئيس يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، لا يعني غضب منه هذا الشخص، حاجه ما يقول ايوه شو بدك مثلا. شو القياس؟ ما ابعد الشقه بين المقيس والمقيس عليه. ولعلكم جميعا تعرفون حديثك مع زيد من الناس لا يعلم الغيب. لما انا بقول لفلان يا علي يا علي يا عدنان يا عدنان، طبعا ما بيعرف شو بدي منه، بيسمع مني بينتظر انه يقول له يا عدنان اعطوني كذا او خذ كذا، هيك بينتظر لانه ما بيعرف الغيب. لكن انا عندما اخاطب الله وقد فاض قلبي تعظيما له اقول الله الله. الا يعلم الله ما استقر في قلبي؟ الا يعلم الله سبحانه وتعالى ما الذي يدفعني الى النطق بكلمه الله؟ يعلم. نعم فارق كبير 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 بين هذا الانسان وبين الممثل له بهذا الشكل. فإذا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله على ذكر الله، على ذكر الله، آمن على تلاوة كتاب الله، آمن على مدارسته، آمن على ذكر من الأذكار التي تتحدث عن كل ذلك يدخل في هذا، لأن تلاوة كتاب الله من نوع الذكر. فلا يقول أن قائل أيضا إن هذا التحلق والاجتماع في هذه الساعة في هذا المسجد على ذكر الله بدعة، لأنكم تسمعون من يقول هذا الكلام، وهذا شيء غريب وعجيب جدا. طيب الاجتماع بهذا الشكل هيك عاملين حلقة وبهالوقت وبمسجد الإيمان على قول استغفر الله العظيم وزعم، لا بدعة، لأنه ما ثبت بعهد الصحابة أنه عشرة من الصحابة اجتمعوا نعم عملوا حلقة بعد العصر مثلا أو الظهر أو الصباح وقالوا بينهم جماعيا سبحان الله أو استغفر الله، إذا لكان هي بدعة. إذا مشينا على هذا المنوال وتقبلنا هذا التصور فالنتيجة أن نقطع الصلة بيننا وبين ذكر الله نهائيا، لأنه بأي شكل من الأشكال يأتي من يقول ما رأينا بحثنا بحثنا ما وجدنا أنه الصورة هكذا بهذا الشكل، الصورة الفوتوغرافية الدقيقة بهذا الشكل ما رأينا أنها كانت في عصر رسول الله.
النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ألدوا أصحابي ألدوا هيك تماما بالوقت اللي كنا فيه بالألفاظ اللي كنا فيها بالحركات اللي كنا عم نتحركها بالأوائل كمان يمكن اللي كنا عم نلبسها، ما قال هيك. قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله. فتح الباب، فتح النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب، والنهج المطلق يجري على إطلاقه. إن لله ملائكة سيارين يبحثون عن حلق الذكر، حلق الذكر، نعم حلق الذكر. دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح مرة المسجد، فرأى أبا هريرة وزيد بن ثابت وآخر جالسين هكذا وقد صنعوهم ثلاث حلقة فيما بينهم، فجلس رسول الله معهم. ماذا كانوا يصنعون؟ شغلة ما النبي ما شافها أبدا. واحد منهم يدعو والثاني والثالث يؤمنان، ثم ينتقل دعاءه إلى الذي يليه، الثاني والثالث أيضا يؤمنان وهكذا. عندما جلس المصطفى كانت النوبة قد وصلت إلى سيدنا أبي هريرة. أبي هريرة سأل الله سبحانه وتعالى علما لا ينسى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أمين. جاءت النوبة للذين قال يا رسول الله أنا أسأل الله كما سأل أبي هريرة. قال سبقك إلى ذلك الغلام الدوسي، أي شأن خاصة له. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد شافوا قاعدين عم يشتغلوا شغلة ما بيعرفها، ما الذي قال لهم اعملوا هيك؟ ابدا. ايش قالوا؟ تعالوا يا جماعة كلنا ندعي، واحد من ايه الثاني بيأمن، بعدين واحد من ايه الاخر من بيأمنوا، واحد منا اكيد يمكن الله سبحانه وتعالى بيستجيب، واحد بيستجيب الكل بحسن في بعض. النبي عجبوا هالشيء، جلس معهم. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. فإياكم أن تصغوا السمع إلى أناس، أسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهديهم وأن يرقق قلوبنا وأن يرقق قلوبهم. هذا التصور نتيجة قسوة القلب. وانظروا تجدون مصداق ما قد أقول لكم، هؤلاء الناس راقبوا أوضاعهم، متى يجلسون يذكرون الله؟ لا تجد أبدا. مجالسهم خالية بعيدة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه دائما عم يراقب على أي بدعة، أي بدعة، أي بدعة، أي بدعة، أي بدعة، بقى قبل شو سنين يبعد عن كل مجالس الذكر حتى ما يعبد بدعة، وهذه هي رقية الشيطان. نعم، ما رأيت واحدا من هؤلاء جلس جلسة خشوع يدعو الله بانكسار أبدا. ما رأيت واحدا من هؤلاء جلس على ركبتيه يذكر الله سبحانه وتعالى. أخي لا تقعد مع غيرك لحالك أو يذكر الله، ما رأيت. ذلك لأن هذا الموقف يبعث قسوة عجيبة في القلب. وإذا رؤية السبحة في يد واحد من أمثالنا هاج وماج وتصور أن هذا الإنسان قد خرج من دين الله عز وجل، لأن هذه السبحة بدعة. النبي ما كان يحمل سبحة، إذا هي بدعة. مهما قلنا السبحة وسيلة لعبادة وليست عبادة. البدعة ما هي؟ هي العبادة المخترعة في دين الله، تخترع شيئا تزعم أنه عبادة وهو ليس عبادة، هذه بدعة. يؤذنون عند إدخال ميت القبر، بدعة، لأنهم يزعمون أنها عبادة. يرفعون الصوت بالتهليل بقراءة القرآن ونحو ذلك أثناء سير الجنازة، بدعة. نعم بدعة كثيرة موجودة بهذا الشكل، أي عمل تقحمه في قائمة العبادات وهو ليس من العبادات. لكن الوسيلة الدنيوية التي تجعلها خادما للعبادة بدعة. طيب أنا
أريد أن أستيقظ باكرا إلى صلاة الصبح. سبيل ذلك أنا أضع منبها عند رأسي، فإذا سمعت قرع هذا المنبه استيقظ. يأتي من يقول لا، في عصر رسول الله ما كان في منبه، بدعة. شايف كيف الصبح مثل هذه؟ لك يا أخي هذا المنبه أنا لا أضعه عند رأسي عبادة حتى أقول أن هذه عبادة مختلقة. طيب أنا عندما أحمل الصبح أضعها في جيبي، أنا أعلم أنها ليست عبادة، لكن رسول الله قال فيما رواه مسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا كيف يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قال يسبح الله في اليوم 100 تسبيحة. قل لي كيف أضبط 100 تسبيحة؟ كيف أضبطها؟ ما يصير إلا يا بحرص يا بشيء يا بالمسبحة. ووضعت هذه السبحة وسيلة لضبط العدد. ولو جئنا بهذا الجهاز الجديد أيضا نفس الشيء. أن تستخدم الوسيلة الدنيوية التي تشاء، ولكن بالعبادة التي شرعها الله عز وجل. وليت أن أحدهم يجيبني طيب كيف أنفذ وصية رسول الله عندما قالت يسبح الله دبر كل صلاة 33 تسبيحة، تحمده 33 مرة. ثانيا، لأن هذه الأصابع نعم سلامة اللي تحدث عنها رسول الله تيسر. 3 × 5 = 15، كمان 3 × 5 = 15 زائد 1 صار 33، والنبي هكذا كان يصنع، نفعل هكذا انتهى الاشكال. لكن يضيع الانسان. نعم. طيب، فاذا اراد هذا الانسان ان يزيد على 100، ما بده يكسب 1000 حسنة يا اخي، بده يكسب 10000 حسنة. طيب اذا يحتاج الى ان يعلم انني اريد ان اسبح الان 1000 مرة، كيف اضبط 1000 مرة؟ بجهاز، سمي جهاز بجهاز بأداة. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا عامرة بالخشية بعيدة عن القسوة، وعندئذ ندرك أننا ولله الحمد على حق، وأن إخواننا هؤلاء ينبغي أن يعيدوا النظر في هذا الأمر. هذا إن لم تكن العصبية هي التي تقود، أما إذا كانت العصبية هي التي تقود فهذا داء لا دواء له. داء الأمة الذي لا دواء له هو العصبية القتالة. هؤلاء لا يمكن أن يغيروا آراءهم نتيجة تبين الخطأ، لأن شخصيتهم يعني تجرح بنظرهم في هذه الحالة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. إذا كان الأمر هذا كذا أيها الإخوة، أختم الدرس بشيء التالي، وهو مبعث شكر لنا لله عز وجل من جانب، ومبعث أيضا يعني شعور بالتقصير من جانب آخر. أما الشكر فهو أن الله عز وجل جعل في بلدتنا لا سيما دمشق هذه مجالس ذكر. أحسن أن سبب رحمة الله لهذه البلدة تكون في هذه المجالس، وأنا على يقين من ذلك. كثيرة هي المساجد التي تفيض فيها مجالس الصلاة على رسول الله، مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى. والذي أعلمه أنه ما من صبيحة يوم إلا وفي مسجد من المساجد مجلس يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم آلاف المرات. ولعل هنالك مساجد يجتمع فيها الذاكرون صباحا ويجتمع ايضا مساء. هذه المجالس التي تتكاثر بحمد الله انتم لا تشعرون بشكل مادي باثارها، لكن اثارها موجودة يقينا. هذه البلدة محفوفة بعناية الله، مرعية برحمة الله عز وجل، لن يصيبها ضيم، لن يصيبها سوء. قد تمر بها القوارع مر الكرام للعبرة لليقظة للتنبيه، لكنها لن تتلبس. نعم،
هذه المرجع مكلوعة بالقافلة، لكن السبب الأساسي مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى، مجالس ذكر الله عز وجل، هذا الجانب الذي ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليه. الجانب الآخر هو أن الوجه الثاني لهذه الظاهرة وجه غفلي. صحيح هناك يعني مجموعات من الناس يتنقلون من مسجد إلى مسجد إلى مسجد يذكروا الله عز وجل، مجموعات، لكن البقايا تائهون غافلون غارقون في بحار أو غفلاتهم تجاراتهم أعمالهم دنياهم. فهما صورتان، كنت أتمنى أن تكون الصورة الأولى تنتشر تعم بشكل من الأشكال كل فئات هذه الأمة، كل فئات هذه الأمة. عندئذ ستجدون فضل الله عز وجل كيف يغمرنا غمرة. نعم، لكن أنا أنظر فأجد مثلا مجالس من هذا الذي من هذه المجالس التي يندبنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن أثرها، أنظر إلى الجالسين فأجد أنهم طبقة معينة، طبقة معينة فقط. أين الطبقة الأخرى الثانية؟ لا أحد. أين الطبقة الثالثة؟ لا أحد. أين الفئة الأخرى؟ لا أحد. أين لا أحد. هذا الجانب الآخر المؤسف، لكنني أسأل الله أن يجعل شفيع هذه الفئات الأخرى الفئة التي يتقبل على الله عز وجل وتفيد بها المساجد بذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الشوائب، والحمد لله رب العالمين.